طب كابتن، عايز اسالك طبعا، انت سيرد باك عالمي يعني، وحضرتك كنت مثل اعلى ليا بصراحه والله العظيم. فنيجي لعمليه ان النادي الاهلي عندنا نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى اهدار الفرص بسهوله، اهدار فرص كبيره جدا ان شاء الله تتعالج، ودي باذن الله تكون نقطه ايجابيه. لكن عندنا كمان سلبيه، ان بدا يخش فينا اهداف وخاصه في الشوط الاولاني. رؤيتك لدفاع النادي الاهلي والاسباب اللي بتادي ان احنا بيخش فينا يمكن خلال الفتره بتاعت موسيماني 8 اهداف في الشوط الاولاني، ومش النادي الاهلي مش متعود على دي يعني. بالظبط، يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني زي نقطه يعني احنا بنضيع فرص كتيره جدا في الحته القدامانيه دي. اكيد مستر موسيماني يعني من ضمن الملاحظات الفنيه يعني كمدير فني، حتى الاعداد تحليل الاداء، يعني الناس برضك بيقدروا يخرجوا لنا حاجات جميله يعني صحيح. فالحاجات دي طبعا بتوصل لمستر موسيماني بيشتغل عليها. بس انا عايز اقول حاجه هاني، هو كل 3 ايام بتبقى برضك فيها شيء من الصعوبه، يعني كل 3 ايام انت عايز الاول حتى على الصبوره هتحط الموقف بالنسبه للمهاجمين، الموقف الهجومي اللي احنا بنضيع فيه الفرص، النقطه الثانيه من خلال التلفزيون، النقطه الثالثه من خلال الملعب لما ينزل لازم هيبقى فيها بالظبط، هيبقى فيها تطبيق، هيبقى فيها حركه، انا قصدي يعني هيبقى فيها مجهود يعني صحيح. يعني حاجات من المشي الاول وبعدين بالحركه خفيف وبعدين بعد كده ايجابي سرعات يعني. بسرعات المباراه بالظبط. فدي برضك المدربين بيخافوا ان تبقى حمل على اللعيب يعني. عايز اقول لك حاجه هاني، انا بالنسبه لي كنت الاستشفاء بالنسبه لي بعد المباراه بثلاث ايام يعني يعني بعد ما بخلص المباراه اليوم الخفيف واليوم المتوسط اليوم اللي فوق المتوسط، كنت بترجع حيويتي في اليوم الثالث. ده مظبوط بشكل تدريجي. ده خلي بالك ده صح، لان مزبوط. هو عامه يا كابتن لو انت بتلعب مباراه اليوم الثاني الطبيعي جدا انا بتكلم حتى على مستوى ما كنت بلعب في المانيا، ما فيش راحه ثاني يوم، بيبقى يوم استشفاء بالظبط، اليوم اللي بعد اليوم الاستشفاء بيبقى راحه وتبدا اليوم الثالث هو ده اللي بيبقى طبيعي رجعت الله يكون في عونهم يعني. انت اليوم الثالث هيلعب مباراه اليوم الثالث بيخش بقى، فبرضك احنا عايزين نبقى صح. يعني نراعي ظروف البلاد دول، نراعي ظروف الضغط اللي هم موجودين عليه، فده هيقلل من حته المهاره، هيقلل من حته التكتيك، هيقلل من حته العمل النفسي يشتغل يعني بمعنى اصح يعني. واخد بالك، فبيبقى طبعا لود واقع عليهم.